وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصري محمد حلمي. محمد، بعد التحية، يعني حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع اليوم في ثالث أيام التشريق بعد الانتهاء من رمي الجمرات، ضعنا في الصورة لديك. تحياتي لك زميلي محمد، وأكد لك أحدثك الآن من شارع الخليل إبراهيم، أحد الشوارع المؤدية للحرم المكي. بالفعل بعد أن أتم ضيوف الرحمن تصعيدهم اليوم لليوم التشريق الثالث، بدأوا في طواف الوداع والسفر سواء إلى المدينة لاستكمال الرحلة المقدسة أو العودة إلى أرض الوطن لمن زار المدينة قبل إقامة المشاعر. وأكد لك أن الحمد لله الأجواء هنا أجواء كانت ميسرة لإقامة الرحلة المقدسة. اليوم تم من خلال الجسر الجوي سفر حوالي 8 رحلات، 2 من مدينة و6 من جدة، يحملون حوالي 1885 حاج من الحجاج المصريين. وبالغد هناك 6 رحلات أخرى من جدة سوف تحمل حوالي 1755 حاج من ضيوف الرحمن. أؤكد لك محمد أن الحمد لله حجاج مصر بخير، نظرا للاجراءات اللوجستيه المصريه التي اتخذتها السلطات السعوديه خلال فتره الحج. بالنسبه للبعثه الطبيه المصريه، اليوم الدكتور عمرو قنديل اكد انهم كافه الحجاج الذين سوف يغادرون السلطات المملكه العربيه السعوديه الى مصر من خلال كافه المنافذ سوف يتم عمل مسحات عشوائيه بنسبه من 15 الى 20% للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا، وان هناك سوف يكون متاح عمل الريب انتيجين المسحه السريعه لكافه الحجاج الذين يرغبون في ذلك بالمجان. الذين يرغبون في عمل مسحه من خلال وصولهم الى المنافس اي المنافس المصريه سوف يتمكنون من عملها بالمجان، اضافه الى التوصيه بعمل عزل منزلي لمده 5 ايام بارتداء الكمامات. اؤكد لك محمد الحمد لله المرضى المنومون في المستشفيات من المملكة العربية السعودية منذ بدء الرحلة المقدسة وحتى الآن وصل 31 حالة، خرج معظمهم خرج باقي 9 حالات. محمد اليوم تم عمل 2 قسطرة تشخيصية لحجاج من مصر. الغد سوف يتم في أحد المستشفيات هنا بمكة المكرمة عملية قلب مفتوح وقسطرة وتركيب دعامات، وكذلك تم عمل أحد الجراحات البسيطة وهي الزائدة، وكذلك عمل 4 جراحات عظام، واحدة في المدينة و3 هنا. كافة الحجاج الحمد لله 9 حالات المتواجدين بالمستشفيات حالتهم مستقرة باستثناء حالة واحدة بالعناية المركزة، ولكن إلى حد ما الحمد لله حالتها مستقرة نظرا لتواصل الفريق الطبي التابع للبعثة الطبية الذي يجول المستشفيات كل 6 ساعات للإطمئنان والوقوف على الحالة المرضية لهم وتقديم الخدمة العلاجية التي تقدم لهم. أؤكد لك أنه لم يتم الحمد لله رصد أي حالة وبائية بين الحجاج المصريين أو رصد أي حالة فيروس كورونا. الفريق الطبي الوقائي ما زال يجوب كافة الفنادق التي يتواجد بها الحجاج المصريين منذ وصولهم لرصد أي حالة قد يعني الحالة محمد مطمئنة لكافة الحجاج المصريين بصورة عامة. نتمنى لك العودة سالما إلى أرض الوطن ولكافة الحجاج المصريين. محمد حلمي موفد التلفزيون المصري من الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك.